بيكم في حلقة جديدة من نجوم ودوبلاج. برحب بالنجوم اللي معانا النهاردة في البرنامج، نجوم مميزين جدا ليهم مذاق خاص جدا وخلطة سرية جدا جدا. النجم الفنان المتألق خليل مرسي، أهلا بحضرتك. والنجم الكوميديان الفنان حسين الإمام، أهلا بحضراتكم. الفنان خليل مرسي، ده المنتج بتاع البرنامج كويس، وقعد فتره طويله في مستشفى حضرتك والحمد لله انا طلع منها. هو ما عندوش امكانيات ان هو عايز يعمل برضه تمثيليه، انا مخرج البرنامج بحاول اساعده يعني اجيب له حاجه لقمه تعيش يعملها، بعدين ان امكانياته ما ينفعش ان احنا نعمل بيها تمثيليه، حتى هو فاهم ان احنا بنعمل تمثيليه هنا مش برنامج، انت فاهم قصدي؟ فانا هطلع بره ونكمل البرنامج، بس احنا بنعمل تمثيليه معايا حضرتك معايا، بس انا يعني احنا قلنا بنعمل سهرة؟ لا احنا كاننا بنعمل مشهد من تمثيلية. تمثيلية ازاي؟ مثل ايه يعني؟ هديك مشهد، بص هقول لحضرتك، بص ده مشهد كده متفبرك. اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك كويس، في حيث بس دخل كاننا بنعمل مشهد، اول نخرج هنكمل احنا البرنامج عادي بتاعنا. حضرتك اتعرفت على الاستاذ حسين؟ اه طبعا، والله منورنا. والله يا استاذ الله يخليك، والله منور استاذ خليل، فنان عظيم طبعا. اهلا اهلا استاذ ابراهيم شلبي، من اكبر المنتجين تمثيليات يعتبر يعني في، وان شاء الله التمثيليات هيكون هايله باذن الله يعني. ربنا يخليك. طيب يلا انا كمان ماشي حضرتك فندم، تحت امر حضرتك. يلا هو التمثيليه دي هتعمل يعني كده لا يعني مساعده لي ولا ايه؟ عم تعال مسلسل، انا عايزك اللغه على الفصحى. ايوه تمام. طب يلا خدي مكانك، يلا إيه؟ بص خلي واحده جنب استاذ عمرو، حط واحده جنب، يلا حط عمرو واحده هناك، حط واحده هناك جنب استاذ. هو ده حضرتك لو دخل هتلبسه كاننا حاله تمثيليه طبعا اللغه العربيه الفصحى، هتلبس بس البتاع ده على حضرتك عشان تدخل عليه، بس ده في حاله لو دخل. اوكي ماشي. وحضرتك اختار اي شخصيه، اي يعني هتر خد حضرتك مثلا ماجد كويس، وحضرتك خلي خد مجدي ماشي، او العكس زي ما تحب ماشي. اهو جه هات يا فريد. اتفضل فريد. هو صبري ايه كل ده يا صبري؟ مين يا فندم؟ ايه الناس دي كلها صبري؟ طب ناكل لقمه وبعدين تعملوا مشهد بريك ربع ساعه، يلا الناس تاكل معانا. تشرب بس يا حسين. انت جايب عيش ناشف ليه كده يا فريد؟ شاي فريد، العيش ده ناشف قوي. عمرو ده بص ده كله اتفتفت في الارض يا ابني. شاي يا حضرتك، تدخل شاي. شاي شاي اتنين اتنين شاي يلا. هي دي ما بتنزلش. طب احنا بنعمل بروفا على المشهد بس. طب ياكلوا الاول. انا لا بيت شكرا والله، ده انا مبسوط ان انا شفتكم. ربنا يخليك والله بجد يا استاذ حسين. بس خلينا مد ايد معلش عشان هو الراجل بس. اسال صبر انا بقول له ايه يعني. الله يخليك، احلى شغل شغل الاطفال ده والله. طبعا ده انتوا يعني ده في ثواب. طب نعمل بروفا حضرتك كده. اوكي ماجد، مجدي. انا ماجد. الامتحان هذا العام يسر وليس عسر. هل من الممكن ان نحتسي شيء اخر ينبهنا ينبهنا ولا ينبهنا؟ ينبهنا ينبهنا بعض الوقت. طب بص اقول لحضرتك حاجه، نقراها الاول كده وبعدين نخش في المود. اوكي ماشي. هو بدون تدخل يعني في الشغل. امر حضرتك. بس هو طبعا لو سريع ولو الصوت يعني الصوت يبقى لا دي يعني بروفا لسه. الصوت يعني يبقى صوت يعني يمشي مع الاطفال. هل رايت صديقنا ثروه اليوم؟ نعم، ولكن كان على عجل من أمره لكي يلحق بموعد السينما. أما زال يشاهد هذه الأفلام إنه سوف يؤذي عينيه. طب بص ما طب استني احنا نعمل بروفا، هدخلك دلوقتي حالا خليكي. ولابد أن يختار الأفلام التي يشاهدها، فأفلام جيمس بوند تجعله عصبي، وأفلام الرعب تجعله خائف، والأفلام الكوميدي تجعله متخلف. أوكي يا جماعة احنا جاهزين. طب بروفا كده يلا يا فيري. المود ده فيري خد يا حبيبي يلا حبيبي. اوكي هو فين فيري؟ اوكي امر حضرتك. لا انا مش عطار كان. طب والله طب حتى ما اكلتش الصبر. طب هتفرج على الجزئيه دي، الجزئيه دي كده هنشوف كل. طب لما اتفضل يا استاذ حسين لما ما تجهز مجدي نخلص نجهز. طيب يلا فيري انا سمعته. شوف مين ما اكلش يا ابني. مين ما كلش؟
استاذ خليل ما اكلش. لا 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 الحمد لله. استاذ خليل ما اكلش. تعالى 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 تعالى. لا 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 اوكي خلاص اكلت والله. انا جايب مشبك. يا جايب ايه؟ جايب ايه يا فندم؟ مشبك. مشبك صحيح؟ اه تمام. طب استاذ خليل عايز يا مؤمن من دمياط ولا منين؟ انا جبت مشبك معاه وانا جاي والله. قلت منين؟ استاذ مروش على الناس. منين؟ مشبك من حيوان بيروش على الناس. هتخش بالشاي؟ اتفضلي. ها مجدي جاهز؟ اه تخش تحط الشاي. يلا بتقولي الجمله بتاعتك. اه ما يمشي بقى هو. 5 4 3 2 1 يلا. لقد حان وقت الامتحان يا بني فلتشربوا هذا الشاي. الامتحان هذا العام يسر وليس عسر. هل من الممكن ان نحتسي شيء غير هذا ايه بعد الوقت؟ لماذا؟ مشي يا عم خلاص 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 انا اسف معلش. فين عمرو؟ في عمليات الطرح الفلسفي للقضايا المعاصره سينمائيا انها تتلاشى والايديولوجيات الابداعيه تطفو على السطح بعض الطروحات، لماذا؟ انت فاهمة السؤال الاول؟ تطفو على السطح بعد ايه؟ انا ماشي يا اخي. لماذا؟ انت فاهمة السؤال اشرحه لي لان انا مش فاهم. عمرو 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 مش اختفي خلاص مجدي. انا قلت لك بقول لك كلمنا والنبي استاذ حسين بسرعه. انا كنت لابس كتاب ازاي. هل اعجبتك طوكيو يا مجدي؟ نعم اعجبتني ولكني أرأيت سعر الدولار في طوكيو بكم من الين؟ نعم إن الدولار في بلادنا ب7 جنيهات ولكن اكتشفت أنه في طوكيو بكم قليل من الين. وهل بهذه الأسعار يمكن أن نستمتع في طوكيو؟ طالما أننا نقتصد قدر المستطاع في نقودنا فسوف نستمتع. إذن هيا بنا إلى الحديقة. هيا بنا إلى الحديقة. لا يا جماعة يا صبري. ايه يا فندم صبري بقى يعني لازم اقعد في التصوير. ايه يا فندم اللقاء يبقى احسن من كده. ده للاطفال يا جماعه. دي بروفا. ايوه هي احنا صورنا المشهد ده كل ده بروفا. ده 76. لا احنا صورنا مشهد 75 ده 76 احنا صورناه خلاص. ده بيتكلم في الالقاء كويس. بس هو ال حاضر. بص يا استاذ حسين. يا استاذ خليل. يا استاذ خليل صدقني انا بحب حضرتك جدا. انا ربنا يخليك. بس انا خبره في حضرتك بس تتدخل في الاداء. ايوه دي شغلتي. حضرتك منتج وانا ممثل. انا كل شغلي مسلسلات اطفال. كويس كويس. ما تتدخلش بقى في اداء الممثل. ما ينفعش. طب ممكن تقول لنا ازاي؟ طب مثل لي وريني. انا عارف اللي بيعمل. انا ما اعرفش اشتغل شغلتك يا استاذ ابراهيم. فين كمان انت ما تعرفش تشتغل شغلتي. هل اعجبتك طوكيو يا بكتي؟ كده الصوت اللي هو يعجب الاطفال. انتوا ضحكتوا يا جماعه. طب ما ده القياس ده انتوا كبار وضحكتوا. حلو جدا والله. لا بجد حلو جدا. لا يلا ربنا يوفقكم. طب الجمله اللي بعدها نقولها ازاي برضو يعني ازاي الاستاذ خليل بقى هيرد ازاي؟ أيوة أيوة. زي بعض. إزاي؟ نعم عجبتني ولكني. قولها لي بقى كده عشان ابقى نعم عجبتني ولكن كده بصوت رفيع. ماشي يا استاذ ابراهيم. انا هراجع عن الاستاذ خليل لوحدينا الاول وبعدين نبقى نصور. طيب تعالى انا بقى حضرتك راجع شوف المشهد ده. هنخلص مشهدين النهارده. يلا ممكن تقفلوا باب الاستوديو بقى. انا اسف. لا اقفلوا باب الاستوديو. صحيح مجدي شوف بقى المشهد ده. ايه ده يا فندم؟ ايوه. لا ايه ده بتصلح؟ لا كان في احنا قلنا بتعملوا ايه يا مكياج يا فندم؟ بتعملوا ايه يا جماعه؟ مكياج. بنعمل مكياج بقى. بنعمل مكياج. قول لنا يا استاذ حسين. لا بس خليل يا جماعه انا بقى مستني ما اعمل. بنحاول نخفض. انتوا ليه يا جماعه بتعملوا لي كده يا جماعه؟ طيب ارجوكوا يعني ليه بتعملوا لي كده؟ اكشن. لقد حان وقت الامتحان. استوب استوب يا بني. حان وقته. أما زال يشاهد هذه الأفلام التي سوف يؤذي أنه سوف يؤذي عينيه. لابد أن يختار الأفلام التي يشاهدها. فأفلام جيمس بوند تصيبه بالعصبية وأفلام الرعب تجعله يخاف والأفلام الكوميدي تجعله متخلف. هايل إيه رأيك؟ برافو. الله تمام؟ الله ينور. طب لا نتبع خلاص. خلاص انتوا كده تمام. خلاص اوكي يا استاذ ابراهيم. ماشي فرصه سعيده يا فندم. اهلا وسهلا. يلا طارق خد الاستاذ ابراهيم معاك. بس جالي صداع والله من كتر الضحك. انا اسف والله. هو خلاص استنى اما يطلع. فاضل كام سؤال؟ فاضل عندك كام سؤال؟ كام سؤال عندك؟ بافلام جيمس
هل رأيت طوكيو يا مجدي؟ نعم رأيتها يا ماجد. الفنان حسين الإمام، السينما والتناسق الأيديولوجي للإبداع المعاصر، هل يمكن التناسق بينهما ولماذا؟ الإبداع السينما والإبداع والتناسق الأيديولوجي. التناسق طبعا. بره لقيتك بتتكلموا في حاجات تانية وسايبين الشغل. احنا في بريك. احنا في مدرسة. احنا في بريك. في راحة. بريك من شوية. بنتناقش. ده بريك يا فندم. بريك. بريك ايه؟ ما احنا كنا بناكل دلوقتي كلنا. كان لا ما كلناش يا بيه. حضرتك اللي كلت. يا استاذ صبري لو سمحت يا استاذ صبري عشان تبقى عارف يعني. بريك بريك حضرتك خلاص. لا 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 لا, لا معلش. ما احنا خلصنا مشاهدينا دلوقتي. نغير الممثلين. انت جيت من الباب يا استاذ ابراهيم ولا جيت من الباب؟ فلوس ايتام معلش. معلش. نغير الممثلين انا اسف. انتوا مش عايزين نشوف شغل يا جماعه. يعني انتوا رضيكوا كده يعني؟ فندم كانوا بيدرسوا. معلش يعني انا يعني بتكلم بجد. يعني انتوا رضيكوا كده؟ يعني انا اخرج هو مدرسه؟ ده انتوا اساتذه افاضل. يعني انا اخرج من هنا ابص عليكم ما بتشتغلوش؟ انت تقدر على انتاج مسلسل؟ انت تقدر على انتاج مسلسل بكام؟ انت متخيل بكام؟ عارف كل حاجه. ازاي ده ديكور ايه ده اللي احنا فيه؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال. وانا اول مره. كويس. المشهد اللي احنا فيه ده ديكور ايه؟ ده ديكور مسلسل اطفال. هما ظهر ضحكوا عليك ولا ايه؟ مش عارف. علي انا؟ طب ليه ده انا اللي منتج؟ مش عارف. ضحكوا عليكم انتوا بقى. احتمال. لا احتمال. هي تمثيليه فعلا. تمثيليه يا استاذ حسين مظبوط؟ احنا هنضحك على الراجل. يعني انتوا كلكم بتضحكوا عليا طول الفتره دي؟ انت يعني مستعر ان ده مش مسلسل؟ برنامج احسن. اكسب لك بالعكس. ده الناس بيشوفوا الممثلين على سجيتهم وبيعرفوا عننا حاجات وبيعرفوا مدى ثقافتنا. اسئله كانت جذابه جدا جدا كلها مفهومه ولطيفه. حرام عليكم. ايه عايزنا نعمل مسلسل ليه؟ مش احسن هل رايت سعر الدولار يا ماجد في طوكيو؟ وبعدين ده مسلسل سخيف يعني. والله سخيف. ايه سعر الدولار؟ احنا في البورصه يا استاذ ابراهيم. روق. مين كتب المسلسل ده؟ محمود بالزاوي. ومين مدير انتاج خد منك كام محمود بالزاوي؟ انت مين كلمك؟ مين كلمك يا حبيبي؟ مين قال لك على البرنامج ده؟ احمد. احمد مش عارف ايه. احمد ايه؟ اسمه احمد ايه؟ الخشاب؟ تعرف احمد الخشاب يا استاذ؟ انا احمد الخشاب. انت احمد الخشاب؟ انت كلمت استاذ خليل؟ ايوه. مش انا دي. يا انت عايز بالمره تاخد مسلسل ايه؟ اعلان برنامج بالمره اولى. ها؟ لا بس انت هايل والله. طب بقول لك حاجه، ما تعرفش تعمل تعليق على الرياضه بالمره؟ انت تعليق الرياضه بالمره. خد الحق المستحق اليابده بالقلب ده.